نشرت المطربة السورية أصالة نصري على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستغرام صورا من جلسة تصوير غريبة خضعت لها أخيرا وأثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدت في الصور وكأنها تصرخ إذ علقت عليها بالقول الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خلقت لأحيا، ليتفاعل معها الكثير من متابعيها وزملائها، حيث علق الفنان أحمد سعد قائلا هي الحلاوة عايزة منك إيه. وعلقت ابنتها شام الذهبي قائلة قلبي على جمالك وصوتك لما تصرخي علي. وقالت الفنانة كندا علوش ما أحلاكي حبيبتي إن شاء الله على طول فرحانة.